المغرب التطواني بالنسبه لهم هذا البروتوكول كان دار مع انا جبرون ومع هشام الخلوه اللي ذكروا. انا غنقول فيرسيون راه الفيرسيون ديال العصبه الاحترافيه هي هذه اللي في البالغ كيطالبوا، لان العصبه الاحترافيه ملي كتقول لها مثلا انا درت بروتوكول مع واحد اللاعب خلصته، كتقول لك جيب لي ما يفيد بانك خلصتي، واش خلصتي بشيك فيرمون كذا، اعطيني باش خلصتي هذا اللاعب باش نعرف بان راك فعلتي ذاك البروتوكول، لان كاين اللي كيدير البروتوكول وما كيحترموش. مي العصبه تطالب كتقول لي خلصت هذا اللاعب، عطيت واحد 50 مليون وريني هاد 50 مليون بان دي ذا اوردر ديال داروا هاد جوج بروتوكول مع اللاعبين، هذا راه في الموسم الماضي، وترفع على يعني عن طريق هاد جوج البروتوكولات ترفع المنع. من بعد يعني المحامي ديال هاد جوج اللاعبين، اللاعبين في البروتوكول بعدا خداو جوج ديال خداو الشطر الاول، مي ما خداوش الشطر الثاني. مي المغرب التطواني كيتحدثوا على التنازل او لا ابراء الذمه اللي يدير المحامي ديال اللاعبين من بعد البروتوكولات، يعني كاين البروتوكول بوحده وجا من بعد ودار واحد يعني المراسله كيقول المغرب التطواني بان اللاعبين بجوج كيعترفوا رفع اليد بانهم رفع اليد وابراء الذمه ديال المغرب التطواني والتنازل على المبالغ الماليه المحكوم بها. هنا كيبقى نقاش قانوني، واش هذاك التنازل يلغي بالنسبه للمغرب التطواني كيقول هاد الناس حنا اللي كليناهم فلوسهم بهذا المعنى، كاينه المحكمه اللي خصهم يمشيو لها لانه ما عاطينا بحال انا نزلت لك انا سامحت لك بداك المبلغ انا سيدي ما بقيتش باغي نتخلص، انا تفاهمت معاك واعطيتك التنازل فيه ابراء الذمه وكذا. هذا موقف ديال المغرب التطواني. العصبه الاحترافيه كتقول هذاك التنازل لا يلغي البروتوكول، لان البروتوكول فيه اعتراف اللي مكتب للمسير بان غنخلصك في هاد الشطر في هاد التاريخ وغنخلصك في هاد الشطر في هاد التاريخ. العصبه الاحترافيه كتطالب المسؤولين ديال المغرب التطواني واش خلصوا الشطر الثاني؟ حتى ولا باش خلصتوا؟ المغرب التطواني كيجاوب كيقول لك هاد الناس راه عاطينا تنازل على هاد البروتوكول. هنا كيبقى نقاش قانوني. هذاك المراسله ولا الرساله اللي فيها تبرئه الذمه بالنسبه لفريق المغرب التطواني كيعتبر المغرب التطواني قانونيه، مادام ان اللاعبين بجوج كيعترفوا بانهم تنازلوا على المبالغ وبان ابراء الذمه ورفع اليد هذا كافيه باش ان يرفعوا المنع لان خلصوا جميع الملفات الاخرى. بالنسبه للعصبه الاحترافيه كتقول خاص هاد اللاعبين ياخذوا الشطر اللي باقي باش يرفعوا المنع. هنا باقي النقاش، نتمنى ان يديروا شي اجتماع اللي يلقاو فيه الحل، لان بالنسبه لي العصبه الاحترافيه هي خاصها تحافظ على حقوق اللاعبين ولكن حقوق اللاعبين الاخرين، ولكن كذلك اللاعبين اللي هما ما غاديش يتركوا حتى هما غاديش يتاهلوا، واحد 13 ولا